السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في منصة عطاءات ميديا. نستضيف القائد الكشفي الأستاذ أحمد الحاج، قائد فريق الكشافة، المنظم لملتقى أعمال الحج والعمرة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، حيا الله الأستاذ محمد، يا مرحبا، حياك الله. الله يعطيك العافية. كلمة عن مشاركة الجوالة في هذا اليوم والملتقى على مدى 3 أيام. الحقيقة بفضل الله عز وجل منذ أن وجه دعوة لجمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاركة في تنظيم أعمال هذا المؤتمر في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المؤتمر الحقيقة الذي يحمل اسما كبيرا لتطوير أعمال الحج والعمرة، جوالة جمعية الكشافة العربية السعودية تواجدوا لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر منذ أول يوم، من يوم الأحد حتى آخر يوم بإذن الله عز وجل. عملهم قائم في تنظيم الداخلين والخارجين وتوجيه كبار الشخصيات إلى منصات جلوسهم داخل قاعة المؤتمرات، وكذلك منع التكدس في الممرات حتى يكون العمل انسيابي وجميع الزائرين يأخذون بإذن الله عز وجل راحتهم في هذا المؤتمر. وكذلك أيضا القاعات المتواجدة سواء في الحجاثون وقاعات الأعمال وورش العمل، قائمين الشباب بالتنظيم الحمد لله عز وجل. والكشافة أينما دعوهم يكونوا متواجدين بإذن الله، يقومون على بعملهم على أكمل وجه. جميل العطاء بفخر الشباب، الله يعطيهم العافية. دائما جمعية الكشافة متواجدة يعني ودورها البارز في العمرة والحج ما شاء الله، يعطيكم العافية، شاكرين على هذا الاستضافة. العفو العفو، حياك الله.